يقال بأن ميزانية نفق تكسبت 100 مليار، 100 مليار سنتيم، أي 100 مش 10، 100 مليار. كلام الناس. الموسيقى تهديك. هو الحقيقة ما يقارب 100 مليار، يعني الرقم قريب من الصحة. وللأسف كان، خلنا نقول لك، كان خطأ ذلك المشروع. والأصل فيه أن تلك المبالغ كانت تروح، لو كان راحت لنا الطريق يعني بسكرة للواد ولا الواد الحمراية، كان راهو الطريق قريب اكتمل. لو كان راحت لنا يعني تهيئة المناطق الصناعية، كانت الآن المناطق الصناعية والمناطق النشطة تاع الواد مزدهرة والناس بالمصانع نتاعها وما يشتعاني. لو كان هات 100 مليار راحت مسالك الفلاحين والكهرباء، كان مستوى الفلاحة في الواد يروح أقوى مما هي كانت عليه الآن. وبالتالي هذا ندائي لكافة المسؤولين على هذه الولاية، على أن يراعوا الأولويات في إنجاز مشاريع البنية التحتية. كي يجوا باش ينجزوا مشروع، كي يكونوا مواطنين ما عندهمش الماء الشروب وباش نبنوا ماتيكو، الماء الشروب أولى من الماتيكو. كي نظلوا باش نبنوا يعني باش نديروا معنا قاعة متاعة الرياضات، مع عدم معاني لست ضد قاعة الرياضات حتى، لكن لما يجيك مشروع تاع تنمية فالتنمية أولى، لأن هذا مشروع يخدم لك الناس وينقذ لك على الفقر ويفتح لك مناصب شغل ويخلق لك تنمية. وبالتالي نحن في حاجة لأي دور يخلق لنا التنمية. الطريق الواد يخلق التنمية، تهيئة مناطق النشاطات تخلق تنمية، المسالك الفلاحية والكهرباء تخلق تنمية. خير ما تروح لنا الدرهم فيما لا يعني ومنع، إلا ما هو ضروري كما الصرف الصحي ما فيش نقاش. نعم. أولوية ملحة، شيء فرض نفسه بنفسه. لكن حينما تروح الأموال في مشروع مثل هذا حقيقة شيء مؤسف، ونتمنى ألا يتكرر. وأدعو كافة مواطنين الولاد أن يكونوا مراقبين لكافة المشاريع التنمية. نعم. وهذه مسؤوليتنا جميعا بما فيها أنتم الإعلام، خلينا نحملكم المسؤولية. نعم. وأنتم راكم سلطة رابعة، هذا هو دور الإعلام، أنتم سلطة رابعة. وبالتالي هذا يعني أن يهتموا، والاهتمام بالشأن العام شيء يجب أن يكون حتى نتفادى أخطاء مثل هذا. يعني يقول لك من طلب سارة صراحة تقول، أو صراحة سارة تقول من طلب هذا الطريق نفق، قصدي كان بطلب من النفق. شوف اعفيني من الجواب عن هذا السؤال. والله. اعفيني في قد أقوله في لقاء خاص ولا أقوله في مكان عام، وهم يعرفون أنفسهم على العموم يعني كل شيء، يعني حتى باش من هذه صراحة سارة نوعدك أن نتقص إن شاء الله كإعلام ونجيب لك من طلب بهذا النفق. بالطبع مش شرط أنك نقولوا هكا أن نيتهم كانت سيئة، بالعكس قد تكون نية طيبة، لكن سوء تقدير. سوء تقدير تكون ميزانية 100 مليار في مشروع، سوء تقدير لكن خطأ فادح. خلنا نسمو خطأ صراحة فتح. يعني بقينا فيه قداش نعم، بقينا فيه أكثر من أربع سنوات، أكثر من أربع سنوات للأسف الشديد. كلام الناس، كلام الناس يقول